بكل مناطق الأسترالية 2ME مسيكن بألف خير وصبحكن كمان بألف خير لكل مين عم يتابعنا عبر 2ME.com.au بكل أنحاء العالم. ليش هيك تعودنا نطير من بلد لبلد مع أخوتنا بالإنسانية وبكل المجالات لنشوف نجرب قد ما فينا نسلط الضوء، خاصة وقت اللي بيكون في نجاح منشوف شباب عم تشتغل على حالها قد ما فيها وعم تنجح بالرغم يمكن يكون ظرف بلدها منه مواتي لألا، أو يمكن يكون ظرف البلد يعني اللي احنا منعرف كورونا وغيرها وغيراتها، إلا أنهم بعدهم مصرين وعم بيقوموا بأعمال عن جد روعة. أنا وأنتو لتونس الخضراء اليوم لقاء مع شاب من هالشباب اللي درسوا واللي اشتغلوا واللي اشتغلوا قدروا وصلوا، حضرة المخرج كمال عويج اللي درس سينما وتخرج عام 2013، اختصاصه كان مساعد مخرج، بدايته بالإعلام كانت عام 2007، أسس راديو اسمه سمين، هلا بناخد منه أكتر، وكمان بنعرف كانت إذاعة هي شبابية ثقافية، ويكب مهرجانات عديدة من ضمنها مهرجان قرطاج العظيم. بنتي المباشرة تكون مع حضرة المخرج كمال عويج. كمال عويج بدي أقول لك أهلا وسهلا بهالطلي وشكرا لوجودك معنا. يا هلا يا هلا الهيم، مساء الخير لكم من أستراليا ونقول صباح الخير هنا من تونس الخضراء. يا هلا يا هلا، يعني أنا بخبرتني العصفورة أنه أنت عم تتابع البرنامج، يعني أنت مش نايم كتير اليوم. لا والله أنا يعني صحيت الساعة 4 صباحا بتوقيت تونس، يعني عندكم توما يعني الساعة 2 بتوقيت ثورة، كنت استمعت ما سميلتكم من قبل يعني قبل شوي. That's good. كمال عويج خبرنا اليوم بيزل أولا أوضاعكم أجواءكم كيف، الكورونا إن شاء الله مسيطرين عليها؟ إن شاء الله تقوم بسلام كورونا، وعلى على على ما على حبيت أقول إنه هنا في تونس إنه هناك حظر التجول في تونس، يعني ينطلق من الساعة 8 ليلا حتى 5 صباحا من الاثنين إلى الجمعة، والسبت والحد رح يكون بين الساعة 7 مساء حتى 5 صباحا. بالنسبة هناك يعني هناك بعض تأجيلات قصيرة من خلال يعني أنشطة ثقافية، يعني ننتظر قرارات حكومية بخصوص رجوع النشاطات الثقافية. هناك الهام يعني في تونس انه كان مبرمج انه خلال الايامات هذه كان مبرمج يكون افتتاح ايام قرطاج السينمائية، لكن تم تأجيل ايام قرطاج السينمائية الى شهر القادم شهر ديسمبر، وسيكون مهرجان ايام قرطاج السينمائية سيكون دورة استثنائية باش يعرضوا أفلام من أرشيف أيام قرطاج السينمائية في تونس. ممتاز. نحن بنعرف هالمهرجان العريق، مهرجان قرطاج اللي كان يستقطب أعداد كتير كبيرة هائلة من خارج تونس كمان، وعنكم من هالأصوات عن جد غير عن غير، يعني الله يعمر كمان هالبلد ويعمر بلدنا كلنا. كمال عجيج مع حفظ عويج مع حفظ الألقاب اليوم، حضرتك بنرجع لطريقة الأشياء اللي قمت فيها، وانت انا شايفتك يعني هيك بأول عمرك درست الإخراج، وكمان كمان تخصصت انت بدايتك كانت 2007 بالإعلام. نعم. يعني بس كله فن، يعني إخراج وإعلام ومذيع، وين نعم. وين لقيت حالك أكتر؟ بصراحة الهام يعني اثنين، نعم. يعني أول حاجة حبيت أقول إنه
بدايتي في الإعلام كانت يعني من منذ صغري، نعم كنت أتابع على التلفزيون التونسي مع الإعلامي المرحوم نشيب خضار، اللي نعم كان يقدم عديد من البرامج في سهرة كل سبت رحمه الله. لما كنت صغير كنت أتابع التلفزيون، يعني أنا أعشق الإعلام، بين تقديم برامج الإذاعية وبين تقديم البرامج التلفزيونية. من هنا كنت يعني فتحت إذاعة على الإنترنت اسمها إذاعة ياسمين أو نعم راديو ياسمين، نعم بلشت ب 25 مارس 2007. اه واو هي ثاني إذاعة على الإنترنت مختصة، يعني إذاعة شبابية ثقافية وثقافية، وأيضا نستضيف نجوم من تونس ومن الوطن العربي والعالم. ايه كانوا ومن معك عدة نجوم، يعني نجوم كبار اللي شاركوا بهيدي الفترة اللي انت كنت عامل فيها عامل إذاعة. وعديد من النجوم، نجوم لبنانيين ونجوم من مصر، كل شيء. عملت مثلا آخر لقاء كان مع فنان لبناني شو أشقر، مشهور له تحية اللي طرح أغنية لبنانية حول عمل اللي صور بالفيديو كليب حول على أغنية شيء على حجر صحي وكل شيء. وأيضا عملت لقاءات مع المخرج اللبناني جاد شويري، مع إيوان، وأيضا مع الممثلة التونسية مقيمة في مصر درة صاروق، اللي ومع تزوجت مؤخرا، اللي تزوجت مؤخرا، الله مبروك. نقول لها تحية، نقول لها مبروك باسمي خاص. نعم أيضا مع عديد من النجوم، يعني كما تقول إلهام. يعني أنا كان الإذاعة بتاعي أنا كنت حبيتها أنه تكون يعني إذاعة احترافية، وليس تكون ممتنين. إذاعة يعني إلهامية. يعني كما تعلم إلهام أنه على شبكة التواصل، يعني على الإنترنت، على الإنترنت يعني في إذاعات خاصة يعني للهاوية، يعني للاهتئات وكل شيء. نعم قلت لما لا قلت لما لا نعمل إذاعة مختصة نستضيف من نجوم من تونس ومن خارج تونس. من نعم ثم أنا وقت لما فتحت الراديو كنت في السن 19 20 سنة، وقتها مثلت أدرس في الثانوية وبكالوريا. نعم ومن 2008 كنت أفكر نشوف هل هنا هل ممكن نشوف كمان أن يواكب مهرجان قرطاج توالي، مع العلم أنه مهرجان كبير جدا جدا جدا، فيه عديد من النجوم، نعم نجوم من تونس ونجوم من الخارج. لما أرسلت فاكس لإدارة مهرجان قرطاج، يعني عيلتي كانوا رافضين. يعني قلت لهم راح أرسل فاكس للمهرجان نشوف لو شوف يكون الحظ. يقبلوا. نعم، لأن هما كان من المفروض أنه المهرجان قرطاج الشوالي يقبلوا يعني صحفيين محترفين، وأنا مثلت كالبداية، المرحلة البداية. وبعد سنة على انطلاقة راديو ياسمين كان حلمي يتحقق، وعملت عديد من الحوارات مع الفنانة اللبنانية ميسا رومي، دينا حايك، نانسي عجرم، هيفا وهبي، هيني شاكر، عديد من النجوم اللي كانوا موجودين في هذا المهرجان. حلو.
حلو، الله وكمان يقويك. شكرا. وكمان كنت مراسل المواقع اللبنانية مع موقع بصراحة دوت كوم للإعلامية باتريسيا هيشة. كنت مراسل من تونس نواكب تغطية مع الشين قرطاج أول بأول. كنت أيضا يعني مواكب في كل نشاطات في المناشير قرطاج على عبر الإذاعة. نعم، حلو. والآن عندي حاليا أشتغل بالإذاعة التونسية تبث في فرنسا اسمها راديو أولادنا. حلو، عندي برنامج يحمل عنوان أولاد السينما. بما أنه أنا درست سينما قلت لما لا نعمل برنامج خاص يهتم بعالم السينما. هو أولاد السينما نستضيف ممثلين مخرجين وخير خير من النجوم من تونس ومن خارج تونس. نتطلع على آخر مستجدات في عالم السينما ونشوفه على آخر حلو. أخبار خاصة بالمخرجين وبالمهرجانات نعم وكل شيء. نعم يعني اليوم كمال عواج، يعني ما في شيء وقفك، بالعكس انه انت يعني انتقلت يعني من نجاح لنجاح، وبعدك مسابر وبعدك بدك تكفي اكثر. بعدين لاحظت انا من خلال البرامج اللي حضرتك عم تقوم فيها، هي انشطة ثقافية اجتماعية، وبعتقد هيدا كتير مهم، وخاصة لهيدا الجيل الطالع. نعم، ما هو كذلك. أيضا أنا كنت عملت من خلال الإذاعة عديد من برامج، مثل برامج ثقافية، برامج رياضية، عملت برامج اجتماعية وغير من البرامج. في تنوع. هو الإعلامي هو لازم أن يتعلم العديد من البرامج، برامج نعم ثقافية، برامج رياضية، برامج اجتماعية. حلو، وأيضا أيضا 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 حبيت أقول أنه في سنة 2019 يعني كنت عملت تكوين مع تكوين تكوين مراسل تلفزيوني. يعني كان عندي صفحة على الفيسبوك تحمل عنوان تونسي تي في. هذه صفحة فيها يعني تقارير إخبارية ثقافية. نذهب إلى عين المكان، نعمل تغطيات ونعمل لقاءات مصورة ونعملها عن طريق يعني عن طريق التقرير بالصوت وكل شيء، مثل ما تشوف يعني تقرير على نعم التلفزيون. نعم كمال العواج، الله يوفقكم يا رب، وبتمنى لك مزيد من النجاح. أمين. قبل ما ننتقل لإذاعة مونتي كارلو وأخبارنا، مين أكثر من الفنانين تعاملت معهم؟ يعني أنت تعاملت معهم، أنت ذكرت حضرتك إن كان إيوان من أصوات البتجنن، نانسي عجرم، ما خليت حدا، يعني جاد شويري طبعا تواصلت أنت وياه كمخرج، وبالإضافة جو أشقر وغيرهم وغيراتهم، وتامر حسني كمان. أينه أكتر حدا حسيت حالك أنت برياحة كتير معه وهو أصلا كان مرتاح معك؟ بالحقيقة الهام كنت مرتاح مع لقاء. هناك عديد من النجوم اللي كانوا مع لقاء. هناك حبيت أقول أنه في 2007 عملت لقاء مع الإعلامية التونسية معروفة محبوبة، هي فرح برجب، خلال انطلاقة البث الإذاعة. وأيضا من خلال أحسن برامج كانوا حوارات نجوم مميزة، من أفضلها هي حوار مع الفنان اللبناني جو أشقر. حبيت فقط نقول إلهام، لي أنا أيضا مدير مهرجان عندي في تونس، مدير مهرجان بانوراما الفيلم القصير التويلي. هو أول مهرجان تونسي يعرض للأفلام القصيرة والوثائقية وكل شيء. معناتها السنة المقبلة ستكون
الدورة حافلة. السادسة قاعدين نحاصروا فيها من الآن. نعم وخير خير من النشاطات، وأيضا عملت أنجزت فيلم قصير يحمل عنوان فيسبوك. هو فيلم بجزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول صورته في 2010، الجزء الثاني صورته يعني صورته في 2015. هو يحكي حول الخيانة السوسية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونالت واو عشرة استحسان من جمهور تونسي، وبثت في عديد القنوات المغاربية ونالت استحسان. حلو، الله يقويك استاذ. حضرة المخرج كمال عويج احكينا معه مباشرة من تونس الخضراء، الله يقويك. من درس سينما وتخرج عام 2013، اختصاصه مساعد مخرج، بدايته كان بالإعلام، وكانت عام 2007 أسس راديو ياسمين، وهي إذاعة شبابية ثقافية، وواكب مهرجانات عديدة من ضمنها مهرجان قرطاج. أنا بقول لك شكرا كمال عويج. لا أنت إلا الأخبار. كلمة أخيرة بتحب تقولها لمستمعين 2ME؟ تحية إليك إلهام، الله يعطيك ألف عافية، Thank you. وكنت متعلقة اليوم في الحوار. تحية لكل المستمعين في أستراليا، تحية لكل جالية لبنانية في أستراليا، وإذا كان أيضا هناك جالية تونسية في أستراليا نعشر لهم تحية، وإن شاء الله يستمتعوا هذا اللقاء. إن شاء الله على نتقابلوا في المواعيد القادمة. أكيد شكرا لك. أكيد. يا هلا، يعطيك العافية وتحياتي، وإلى اللقاء. مستمعينا من تونس عودي إلى استديوهاتنا.